هلا والله بالاسياء، اليوم معاكم في مقطع جديد، واليوم باذن الله عدنا السلسله الجديده المنتظره، سلسله دوري ابطال اسيا اللي سويناها في جزء 2015 وجزء 2016 والحين في جزء بيس 2017. سؤال الحلقه، هل تابعت هذه السلسله في الاجزاء الماضيه؟ سواء اي ولا لا اكتب تحت، خلنا نشوف هل سويتها ولا لا. سويتها؟ هل شفتها ولا لا بالاصح؟ خلنا نبتدي على طول. هذه امامكم الشاشه طبعا للمعلومه فقط، سلسله دوري ابطال اسيا نختار فيها لاعبين من الدوريات او من الانديه في الدوري السعودي وايضا من المنتخبات العربيه، فقائمه اللاعبين موجوده تحت اما في اول رد او في الديسكربشن راح تشوفونها قائمه اللاعبين جميعا. هذا السنه اللاعبين المحترفين باذن الله راح يكونون محترفين عرب من افريقيا، من المنتخبات اللي موجوده من افريقيا في اللعبه، شوفوا ممكن تلاقون احد اللاعبين من بلدكم، في نفس الوقت من اللاعب اللي شفتوه من بلدكم اكتبوا تحت، خلنا نشوف من اللاعب اللي من بلدكم. راح نبتدي على طول. ليتس جو يا حبيبي، دوري ابطال اسيا جديد، وبالنسبه للمعلومات او الاعدادات راح نخليها مثل ما هي، نجم متميزه بعد دقائق، وراح نروح على طول نختار فريقنا مباشره ونشوف المجموعه. بما ان المجموعه في شرق اسيا راح نرجع مره ثانيه، نطلع وندخل مره ثانيه ونشوف مجموعتنا اللي راح تكون ان شاء الله في غرب اسيا، لازم غرب اسيا. اوكي، مجموعتنا ان شاء الله راح يكون فيها النصر وزوبهان وايضا الاخويه واحنا، فهذه مجموعتنا باذن الله مثل ما نشوفها. فليتس جو، راح نبتدي على طول، خلينا نشوف المجموعه الثانيه نتاكد فيها الفرق الكبيره. اوكي، الفرق الكبيره موجوده، ف ليتس جو راح نبتدي على طول في مجموعتنا. هذه مجموعه تعتبر شوي فيها صعوبه، فيها صعوبه، فريق ايراني وايضا فريق سعودي وفريق اتوقع قطري ولا غلطان، فراح نبتدي الحين على طول وخلنا نشوف. هذا هو فريقنا، راح نبتدي اول مباراه ضد من؟ ضد الاخويه. طبعا الخطه راح ندخل عليها اللاعبين الصحيحين، ها اللاعبين الصحيحين، بس راح تشوفون صور اللاعبين غلط، بس صور اللاعبين راح تكون غلط. يعني مثلا عندنا محمد صلاح حاطين لاعب اسمر، مو محمد صلاح، محمد صلاح موجود الحقيقي بس في الصور صورهم غلط، بس هاي اللاعبين اللي موجودين حاليا. هاي تشكيلتي راح نلعب فيها باذن الله، ما راح افتح هذه القائمه بزياده علشان يعني ما تتلخبطون تقول اوه كيف شكل اللاعبين غلط. راح تشوفون الخطه حاليا امامكم، هاي الخطه راح نلعب فيها. اما بالنسبه لاطقمنا، طقمنا الاساسي كالعاده مثل الموسم الماضي راح نلبس ابيض واسود مخطط، ابيض ورصاصي صاير، فهذا طقمنا الاساسي. طقمنا الاحتياطي راح يكون هذا باذن الله، وطقمنا الاحتياطي الثالث راح يكون ان شاء الله احمر. فاول مباراه راح تكون ان شاء الله ضد الاخويه، راح نلبس طقمنا الاساسي مع انه اول مباراه. فخطتنا حاليا هي اللاعبين اللي راح نلعب فيهم باذن الله، وخطتنا راح تكون ان شاء الله هذه 4-4-2 باذن الله، نحاول نفوز في المباراه وباذن الله ما نفرط في اول ثلاث نقاط ضد الاخويه القطري في ملعبهم بين جمهور ملتقارد ملعب على طول في اول مباراه في الحلقه. هنا ندخل لأرضية الملعب على طول في أول مباراة بالنسبة لنا في دوري أبطال آسيا، المباراة الافتتاحية بالنسبة لمجموعتنا ضد الأخوية القطري في ملعبهم وبين جمهورهم. شو اللي راح يصير؟ شو اللي راح يحصل؟ الله أعلم. مثل ما نشوفهم بطقمهم الأساسي الطقم الأحمر، وإحنا بطقمنا الأبيض والأسود بإذن الله، حامل اللقب يجيب اللقب للسنة الثانية على التوالي. لازم نركز في هذه المباراة ونركز المجموعات عشان نصعد بإذن الله للدور اللي بعده. فيلا يا حبيبي العب على طول، ليتس جو باذن الله الفوز وعدم التفريط في الثلاث نقاط الاولى. سلمان الفرج يلعبها لعمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن يحاول يمر خطير جدا، يلعب بينيه طويله خطيره راسيه من محمد صلاح، الكره تروح لوين؟ لركله مرمى، هجمه اولى خطيره جدا عدت وضاعت، كره لمحمد صلاح على طرف، صلاح يحاول يمر يلعبها للسومة، السومة يصوب الكرة لخارج الملعب، ضربة مرمى، هجمة ثانية من طرفنا، احنا اخطر. فهد المولد، علي عدنان، علي عدنان يلعب بينية حلوة جدا خطير على طرف، توزيع الكرة راسية يا الله، عدت وراحت، هي الكرة لضربة مرمى. دقيقة واحدة فقط بين الضائع بالنسبة للشوط الأول، ينتهي الشوط الأول على طول بالتعادل السلبي، الشوط الثاني لازم نسجل وإن شاء الله نجيب الثلاث نقاط، تعادل جيد لكن الفوز أهم إن شاء الله في الافتتاح. السومة يلعب بينية حلوة للطرف، كرة لعمر عبد الرحمن، الكرة التمرير على طول، إلى عمر عبد الرحمن يوزع كرة ممكن دبل كيك تحدي. ماندي يلعب بينية حلوة للسومة، عمر عبد الرحمن السومة خطير داخل المنطقة يصوبها، أيضا تضيع الفرصة. فهد المولد خطير يوزعها، السومة راسية يا الله على الهجمات اللي جالسة تضيع، أيضا ضربة مرمى. بن يوسف، علي عدنان يلعبها للمولد داخل المنطقة ولا لا؟ للخارج،
سلمان الفرج، عمر عبد الرحمن، خاطير محمد صلاح، هل راح يمر ولا لا؟ خاطير جدا يحاول يمر يدخل المنطقة، الكرة تنشر رمية تماس. آخر دقائق المباراة، النتيجة مثل ما هي، تعادل سلبي بدون أهداف، مباراة صعبة جدا. تلعب لصلاح، صلاح يوزع رأسي داخل المنطقة، يخلص حارس المرمى على طول وتعدي للحارس، يلعبها لطرف لمصلحة الإخوية. إيش راح يصير؟ يلا هي تنقطع على طول، الحكم يحسب فيها خطأ لمصلحتهم، خطأ للفريق الأحمر. الكرة في منتصف ملعبنا، رأسية ممتازة، عمر عبد الرحمن يلعبها للعربي، كرة لنايف هزازي، هزازي مر، هزازي خطير يمرها، العربي صواب، أيضا تضيع الفرصة هذه. يا الله، كنا أقرب للتسجيل في مرات كثيرة، لكن الكرة ما تبي تدخل المرمى. الكرة عند الحارس، يلعبها لطرف بين المدافعين، ممكن تنقطع، تنقطع الكرة ولا لا؟ تنقطع على طول، تروح لعمر عبد الرحمن، عمر يلعبها، الكرة تنشال على طول، حاول يقطعها، الكرة للحارس. خمس دقائق بلا ضايع فقط، خمس دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. سلمان الفرج المولد يلعبها لعلي عدنان، علي عدنان يلا هي، بينية جميلة جدا للعربي، العربي داخل المنطقة يوزعها، الزازي الحارس يشيلها إلى صلاح في ركلة جزاء ولا لا؟ الحكم ما يحسبها، إذا تنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، مباراة صعبة جدا انتهت للأسف بالتعادل، كسبنا نقطة في أرض الخصم. هنروح نشوف نتائج المراكز. أوكي، بعد المباراة الماضية التعادل للأسف السلبي في المباراة، معليش الحمد لله على كل شيء، جبنا نقطة مهمة نقدر نقول في المباراة الماضية. النصر فازوا برباعية على فريق زوباهان الإيراني. المباراة الجاية راح تكون ضد من؟ احنا في المركز الثاني طبعا، بما ان احنا متعادلين وقدمنا مستوى جيد خارج ارضنا، احنا راح نشوف على طول ضد من راح نلعب. ضد الفريق الإيراني اللي خسر، نفوز عليه راح نقدم شيء طيب ونفتك تقريبا من هذا الفريق. فخلنا نشوف على طول راح نلعب كيف في هذه المباراة. طبعا هذه تشكيلتنا الحالية، راح نلعب اتوقع بنفس التشكيلة، ما راح نغير اي شيء، راح نلبس بطقمنا الاساسي، هم طقمهم الاحتياطي ان شاء الله في ملعبنا وبين جمهورنا باذن الله الفوز في هذه المباراة. لا سكور نلعب على طول باذن الله، ثلاث نقاط. اوكي، ندخل لأرضية الملعب على طول في اول مباراة في ملعبنا وبين جمهورنا، باذن الله نجيب الفوز في هذا الملعب باذن الله. طبعا في هذه المباراة على ما يبدو ان السومة غير موجود بسبب انه انصاب في المباراة الماضية، فما راح يلعب ان شاء الله، راح يلعب بدال العربي، ولاعب عربي لاعب ممتاز جدا يلعب في الدوري الاسباني، اتوقع انه راح يقدم مستوى جيد معانا. يلا يا حبيبي العب على طول باذن الله، اول ثلاث نقاط في ملعبنا وبين جمهورنا تكون، فيلا يا حبيبي ليتس جو باذن الله نسويها. محمد صلاح على طرف يوزعها، عمر عبد الرحمن اللي صوب، كيف ضيعها؟ الكرة تروح لضربة مرمى للأسف الشديد. الجاسم يتقدم يلعبها عالي، عمر عبد الرحمن راسي داخل المنطقة تنشال من الدفاع بشكل رائع. العربي يلعب كرة لصلاح، صلاح خطير على طرف يوزع كرة راسية ايضا تعدي وتمر. تأثير الجاسم، كرة للعربي، خاطير العربي مرها لعمر عبد الرحمن داخل المنطقة يصوبها الحارس يشيل الكرة وتعدي. العربي، العربي على طرف يلعب بينية حلوة لسلمان الفرج، الفرج يصوبها ايضا حارسهم يخلص الكرة. كرة الفريق الإيراني داخل المنطقة يصوبها يخلص الحبس، يلا عليك تعدي ايضا. 45 دقيقة، النتيجة مثل ما هي، التعادل السلبي. ينتهي الشوط الأول على طول تعادل، لازم نكسر هذا التعادل في الشوط الثاني لأنه غير معقول، مباراتين راح تخرج أيضا سلبية بدون أهداف. علي عدنان يغير الاتجاه ولا لا؟ يلعبها للعربي، العربي لعمر عبد الرحمن خاطير داخل المنطقة، يلا هي التسجيل، التسجيل حرام عليكم، أيضا الكرة تنشال وتعدي، حرام عليكم. عمر عبد الرحمن العربي يلعب كرة لتيسير الجاسم، تيسير الجاسم يمر من الأول، يلعبها العربي مرة ثانية، كرة لعمر عبد الرحمن خطيرة الكرة، يلا هي محاولة استغلال الكرة، تيسير الجاسم يحاول يمر، صعبة جدا، يصوبها أيضا خارج الملعب، أيضا الكرة تضيع. عمر عبد الرحمن يلعبها لتيسير الجاسم، الجاسم لعمر، عمر يصوب أخيرا الهدف الأول. 1-0 بعد عناء كبير جدا نتقدم بهذا الهدف، عمر عبد الرحمن بتصويبه هو هدف أول في مرمى الفريق الإيراني.
الكوره كانت حلوه والتسجيل على طول. خلنا نشوف الاعاده. الكره في المنتصف، بناها عمر عبد الرحمن، مررها تيسير الجاسم، لعب بينيه حلوه والتصويب، الله عليك في الشباك. ابراهيم غالب في المنتصف، هي على طول تلعب عاليه خطيره، نايف هزازي، هزازي داخل المنطقه، يصوب الكره يشيلها حارس المرمى، ركله ركنيه على طول. عمر عبد الرحمن يلعبها لنايف هزازي، هزازي على طرف، هزازي خطير، هزازي رجعها لعمر عبد الرحمن، راسيه سهله لحارس المرمى، كره خطيره يشيلها الحبس، تعدي اخر خمس دقائق في المباراه. النتيجه مثل ما هي. ابراهيم غالب يلعبها لعمر عبد الرحمن، جميله جدا المرور وتمرير الكره لهزازي، هزازي حاول يمر، الكره ما فيها خطا، عمر عبد الرحمن تنشا من الدفاعات، ترجع مره ثانيه غالب، غالب يلعبها عاليه، عمر عبد الرحمن يسجل الثاني ولا لا؟ يلا يا صلاح، الكره تنشال وتعدي، هجمه غريبه، الحظ غير طبيعي لصلاح. صلاح على طرف، ركله ركنيه، نكسبها ولا وش حسبها الحكم؟ حسبها ضربه مرمى اعتقد، حسبها ضربه مرمى غريبه جدا. مرة دقيقة من الخمس، الكرة في المنتصف، رأسية للفريق الأخضر، الكرة عندهم، يلعب بينية طويلة جدا، وين راح تروح الكرة؟ انتبه منا، انتبه يا حبيبي. ماندي يلعبها للجاسم، كرة لغالب، غالب كرة لصلاح، تنتهي المباراة ونكسب أول ثلاث نقاط في المجموعة في ملعبنا وين جمهورنا. خلينا نروح نشوف النتائج والمراكز. إذا كسبنا ثلاث نقاط ثمينة جدا، عدنا في نفس الوقت النصر يفوزون على الإخوية، إذن النصر متصدر المجموعة، إحنا المركز الثاني، فهذا شيء طيب جدا. الحلقة الجاية بإذن الله راح نلعب ضد النصر ذهابا وإيابا، هذا السلسلة نلعب بس مبارتين في الحلقة، فأتوقعوا نتيجتنا ضد النصر في الذهاب وفي الإياب. فأتمنى عجبكم المقطع، اضغط على زر لايك، تبون الحلقة الجاية تنزل بسرعة، لايكاتكم أشوف اللايكات فوق، راح أنزل الحلقة الجاية بإذن الله بسرعة. فهذا كل عشان لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت فيفر شير. لكم سيد، مع السلامة يا أحلى وأروع وأجمل أسياف في الدنيا. أحلى هنتر يصوب، يا الله هاتها من الشباك، هاتها من الشباك يا حارس، هدف ثاني بشكل